تسامح النبي صلى الله عليه وسلم عظيم كان. وأنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، عباءة يعني لابس بشت أو عباءة غليظة الحاشية، فأدرك الأعرابي فجبذه جبذة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مط يعني شد العباءة حتى أثر في صفحة النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الإعرابي يقول يعني ترك الجذبة هذه كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمره بعطاء. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عفى عن اللي تكلم في عرض ابنته عائشة في حادثة الإفك. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى براءة عائشة رضي الله عنها، قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة، لأنه تكلم في عائشة كان له قرابة بينه وبين أبو بكر، والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة اللي كان ينفق عليه.